في الصحافة المحلية والعربية والعالمية ومجموعة من الأخبار والتقارير والمقالات المتنوعة. هنبدأ جولتنا الإخبارية النهاردة مع حضراتكم من موقعنا موقع صدى البلد الإخباري، ونقرأ خبر تحت عنوان التعليم انطلاق المرحلة الثانية من تدريب المعلمين على المنهج الجديد. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انطلاق المرحلة الثانية من تدريب المعلمين على المنهج الجديد، والتي تشمل تدريب جميع موجهي المرحلة الابتدائية بجميع تخصصاتهم ومعلمي الصف الثاني الابتدائي والذين سينضمون هذا العام للمنظومة، استكمالا لما تم العام الماضي بتطبيقه في مرحلة رياض الأطفال بمرحلتيها والصف الأول الابتدائي. وقال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشؤون المعلمين في تصريح أن المرحلة الثانية تشمل تدريبات مجمعة للمعلمين المستهدفين في التدريب مقسمة على ثلاث مراحل: فترة صيفية، الفصل الدراسي الأول، والفصل الدراسي الثاني. يتخلل ذلك زيارات مدرسية لمتابعة أثر التدريب، وأوضح أن الوزارة مستمرة في دعم المعلمين بكل ما يحتاجونه من برامج تنمية مهنية لصقل مهاراتهم وإطلاعهم على فلسفة النظام لتحقيق أهدافه وتذليل كل ما يقابل المتدربين من صعاب لخلق كوادر مصرية قادرة على استكمال عمل المنظومة. وأشار أنه في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الثقافي البريطاني، واستمرارا لأنشطة البرنامج الوطني لتدريب المعلمين NTTP، جاري استكمال المرحلة الثالثة من تدريب عدد 491 من معلمي اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية الرسمية والرسمية لغات، وذلك خلال الفترة من 7 يوليو 2019 حتى 28 أغسطس 2019. ننتقل مع حضراتكم إلى موقع المصري اليوم، نقرأ الصحة تكثيف الإجراءات الوقائية للحجاج المصريين بالموانئ والمطارات. تقوم وزارة الصحة والسكان خلال موسم الحج باتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية لحجاج بيت الله الحرام، من شأنها الوقاية من الأمراض المعدية ورفع الوعي الصحي لدى الحجاج المصريين، وذلك في الموانئ والمطارات. وأوضح البيان الخاص بوزارة الصحة والسكان أن الإدارة العامة للحجر الصحي بالموانئ والمطارات تقوم بدور هام من خلال تكثيف الإجراءات الوقائية لتجنب إصابة الحجاج بأي أمراض معدية، من خلال مناظرة الحجاج وتوزيع كتيبات ومطويات إرشادية عليهم لرفع وعيهم الصحي. وقدم البيان عددا من النصائح والإرشادات الواجب اتباعها خلال موسم الحج للوقاية من الأمراض. أولا، من حيث النظافة الشخصية، فيجب على الحاج الدوام على استحمام واستخدام المناشف الخاصة وغسل الأيدي جيدا بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام، وبعد استخدام المرحاض، والحفاظ على مكان السكن نظيفا باستمرار مع التخلص من مخلفات الأطعمة بصورة صحيحة، والمداومة على غسل الأسنان في الصباح وتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، مع الحرص على استخدام مناديل ورقية عند السعال والعطس وتقليم الأظافر قبل الإحرام، موضحا أنه عند التحلل من الإحرام ينبغي التأكد من استخدام أدوات نظيفة لقص الشعر وعدم تبادلها مع الآخرين. وأضاف البيان أن التغذية السليمة جزء هام لصحة الحجاج، حيث نصح بالإكثار من شرب السوائل الطازجة واستخدام أوعية نظيفة للشرب وعدم تبادلها مع الآخرين، كما أكد على ضرورة طهي الطعام جيدا للتأكد من نضجه قبل تناوله مع تغطيته جيدا لعدم تعرضه للغبار والحشرات، كما نصح بضرورة غسل الخضار والفاكهة بماء نظيف قبل تناولها والحرص على تناول الأغذية الطازجة والإكثار من الخضروات والفاكهة وتجنب الأطعمة المخزنة. من موقع الوطن نقرأ رسميا زيادة 100 جنيه في معاشات المهندسين. قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين أن النقابة طبقت قرار زيادة المعاشات بداية من معاش شهر يوليو الجاري، حيث تم صرف المعاش بزيادة 100 جنيه. وقالت النقابة في بيان لها أن قرار الزيادة كان قد اتخذ بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة مارس الماضي، حيث طرح ضاحي خيارين أمام أعضاء الجمعية العمومية، إما زيادة المعاش أو زيادة دعم مشروع الرعاية الصحية. وكان
كان الخيار زيادة المعاش. وأضاف ضاحي أن مجلس النقابة الحالي يطمح لدعم كل الخدمات المقدمة للمهندسين برغم تسلمه صندوق المعاشات وبه عجز تجاوز 222 مليون جنيه. من جانبه قال المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة أن المستفيدين من زيادة 100 جنيه كل أنواع المعاشات التي تصرف من النقابة وهم معاش فوق سن 60 عاما وهو القطاع الرئيسي للمعاشات ومعاش تحت سن 60 ومعاش الأسر. ننتقل إلى موقع مبتدأ نقرأ خبر بعنوان خبير اقتصادي انخفاض أسعار أربع سلع أساسية وانتظروا المزيد. قال أحمد عمار خبير البورصات السلعية أن أكثر من 6 أو 7 سلع استراتيجية أساسية تراجعت أسعارها خلال الفترة الماضية، وأضاف أن هذه السلع المتمثلة في الزيت والسكر والذرة والقمح انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 25%، لافتا إلى أن انخفاض الأسعار العالمية وانخفاض الدولار سبب انخفاض أسعار السلع، وأن هناك توقعات بانخفاض أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة. من جريدة أخبار اليوم نقرأ خبر للزميل أحمد حمدي رئيس تحرير البرنامج تحت عنوان دماء داخل المسجد. دماء وأشلاء وإطلاق نار ومطاردات بمحيط أحد المساجد وداخله، ليس هذا مشهدا من فيلم سينمائي، لكن هذا ما حدث داخل مسجد بعزبة النقطة بقرية بني قرة التابعة لمركز القصية بأسيوط عقب صلاة الجمعة إثر تجدد خلافات ثأرية بين عائلتين. المشهد أشبه بكابوس، حيث أصيب المواطنون بالذعر والهلع جراء إطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاه المسجد، وأدى الأمر إلى حدوث وفيات ومصابين، ونتج عن الواقعة المأساوية مصرع 3 أشخاص بينهم شقيقان، فيما أصيب 4 آخرون. كان العميد عصام غانم مدير الأمن العام بأسيوط قد تلقى إخطارا من العميد أسامة عبد الحفيظ مأمور مركز القصية بوقوع هجوم داخل مسجد بقرية بني قرة. تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد حمدي هاشم رئيس مباحث المديرية، وانتقل على الفور المقدم محمد جمال رئيس مباحث القصية ومعاونو المباحث الرائد محمد قرشي والنقيبان أحمد حازم وهيثم محمد، وتبين تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين إثر وقوع مشاجرة بين شخصين من أفراد العائلتين تعدى خلالها أحدهما على الآخر، فانتظره أفراد العائلة الأخرى أمام المسجد، وعندما رآهم احتمى بالمسجد فطاردوه وأطلقوا النار بشكل عشوائي. تم نقل الجثث إلى المستشفى الجامعي، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. من موقع صدى البلد الناطق باللغة الإنجليزية صدى البلد إنجليش سي نقرأ خبر بعنوان الهيئة العليا للانتخابات في تونس تعلن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إجراء الانتخابات الرئاسية في 15 من سبتمبر المقبل، وأدى رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر اليمين الدستورية كرئيس مؤقت لتونس يوم الخميس بعد إعلان رئاسة الجمهورية وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي 92 عاما في المستشفى العسكري بتونس. كما أعلنت الحكومة التونسية الحداد العام في البلاد لمدة 7 أيام، وأن يوم السبت سيشهد إقامة جنازة وطنية لتشييع جثمان الرئيس الراحل السبسي. ووفقا للدستور التونسي يتولى رئيس مجلس النواب محمد الناصر البالغ من العمر 85 عاما الرئاسة لمدة تتراوح ما بين 45 يوما إلى 90 يوما كحد أقصى يتم خلالها تنظيم الانتخابات. فيما أبرز موقع الأهرام الصادر باللغة الإنجليزية خبر الأمم المتحدة مقتل أكثر من 100 مدني في ضربات جوية بسوريا. أعربت ميشيل باشلي مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن قلقها تجاه تعرض إدلب ومنطقتان في ريف حلب لضربات جوية نفذتها الحكومة السورية وحلفائها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 103 من المدنيين في الأيام العشرة الماضية بينهم 26 طفلا، وشملت هذه الضربات مدارس ومستشفيات وأسواق ومخابز. وأضافت باشلي قائلة هذه أعيان مدنية ويبدو من المستبعد جدا أن تكون قد قصفت عرضا.
بكده تكون انتهت جولتنا النهارده في الصحف. دلوقتي هسيب حضراتكم مع فاصل، وبعد الفاصل هيكون معادنا مع فقره السوشيال ميديا.